في ناس فاكرة ان التلامذة هم اللي بيمتحنوا بس، الفكرة دي مش صحيحة، برضو في امتحانات للكبار زي ما في امتحانات للتلامذة. الحياة نفسها وتتابع الايام فيها امتحانات. ربنا بيمتحن الناس بحاجات كتيرة، بيمتحنهم بالغنى وبالفقر. تلاقي في الدنيا واحد غني يمسك اي حاجة ان شاء الله تكون تراب، تلاقي التراب ده اتحول لذهب. الناس بتسميه محظوظ وهو بيفتكر انه شاطر، وبيفتكر ان شطارته دي هي اللي جابت له الفلوس. وتلاقي في الدنيا واحد تاني فقير بيشتغل على قد ما بيقدر واكتر ما بيقدر كمان، بيشتغل لحد ما بيبقى هيموت من التعب ويجري يمين ويروح شمال وبرضه فقير. الغني قوي ده ربنا بيمتحنه بالغنى، والفقير قوي ده ربنا بيمتحنه بالفقر. والامتحان هنا مش سؤال واحد بس، لا ده اكتر من سؤال. ربنا بيشوف الغني هيشكر عن نعمة ولا لا، وبيشوف الفقير هيصبر عن محنة ولا لا. مش بس كده، امتحان الغني عادة بيكون أصعب من امتحان الفقير. إزاي؟ هقولك إزاي. ربنا بيشوف الغني ده شاكر ولا مش شاكر، محسن ولا مش محسن، بيدي الفقير ولا ما بيدهوش. يعني الفقير مطلوب منه الصبر، والغني مطلوب منه الشكر والعطاء. الغني مطلوب منه حاجتين، مش مطلوب منه حاجة واحدة بس. في ناس بيتهيأ لها إن الغنى والثراء واليسر بيجوا من شطارة الإنسان وعلمه. قارون كان فاهم كده. قارون كان من أغنياء الأرض الكبار قوي، يمكن محدش حصله في ثروته. ثروة قارون كانت بتتحط في قصور، في خزاين وفي غرف. مفاتيح الثروة دي ما كانش يقدر واحد بس إنه يشيلها. مفاتيح الكنوز دي كانت محتاجة لعصبة، كانت محتاجة لست أو تمن رجالة عشان يقدروا يشيلوها. إذا كانت دي مفاتيح ثروته، فثروته بقى قد إيه؟ قارون كان فاكر إن هو عمل الثروة دي بعلمه، بذكائه، بشطارته. افتكر نفسه ونسي ربنا، فربنا خسف بيه هو وكنوزه الأرض. قارون خد صفر في الامتحان. طب خد صفر ليه؟ لأنه نسب الثروة دي لعلمه مش لكرم ربنا، ولأنه ما كانش بيطلع منها حقوق الفقراء والمساكين. الفقراء ليهم حقوق عند الأغنياء، حقوق ربنا اللي رتبها وأمر بيها، وده هو امتحان الأغنياء. ربنا بيمتحن الناس بالصحة والمرض، هيشوف هيشكره وهيصبره ولا لأ. ربنا بيمتحن الناس بالسلام وبالحروب، بالحياة الطبيعية وبالكوارث. بيشوف هيشكره في الحياة الطبيعية ولا لأ، وبيشوف هيصبره في الكوارث ولا لأ، وبيشوف هيتعاونه في الكوارث وغيرها ولا لأ.